درت الدوز الاولى صراحه حضروني ضرتني يدي شي شويه صافي. وراها من بعد نهار الاول نهار الثاني كان مشى لي شويه الشم هذا الشمان الدوق وراها صافي مزيان ما حسيت بحتى شي اعراض صراحه. انا ما سمعت حتى شي واحد شلل زعما في لونطواج ديالي ولا العائله ولا شي حاجه. حتى عندي العائله تما داروا فايزر ما وقع لهم حتى شي حاجه. ما عرفتش يمكن هذوك الناس اللي داروا فايزر ولا تشلوا ولا وقع لهم شي حاجه يمكن ما كونسولطاوش الميدسان في الاول ما داروش لي زاناليز حيت ما كانش عارف شنو عندهم كوم مالادي ومشى دار الفاكسان غير هكذا. داكشي علاش يمكن تشلو نورمالمون دير كونسولطاسيون قبل عاد باش ابخي تمشي دير الفاكسان حيت بنادم كاين اللي عنده هذا عنده حساسيه من شي حاجه ومشى دار الفاكسان بلا ما كونسولتي الميدسان. في الاول كان اجباري حيت نورمالمون الا جيت تشوف خص كلشي يتلقى حيت الفيروس راه ليبيديمي خدات لنا واحد دوزون من حياتنا راه دازت صعيبه وباش يحميو راسهم ضروري خصو يدير تلقيح حيت التلقيح ما خرجش غير هكاك. وقرار ديال الحكومه قالت لك اختياري ولا اجباري. في الاول كان اجباري وفي التالي كان اختياري. نورمالمون صافي خلي بنادم على راسو بغى يدير لقاح يديرو ما بغاش يديرو راه شغلو هذاك يتحمل المسؤوليه ديالو الا جا الفيروس. انا مع الجواز اللقاح غير هو ماشي ما يكونش اوبليغاتوار فين ما مشيتي خصك تهزو معاك ولا هذا تمشي تجلس هنا خصك ضروري باس سانيتير كاع القهوه اللي كرايح فيهم حتى حد ما طلب الجواز الا وحده الا مره وحده في لاكار هي اللي فين طلب مني الجواز فاش تخدم صافي. حمايه النفسي والعائله صافي باش ما نبقاش نحمل الفيروس واخا حتى جاك الفيروس يجيك شويه ما قاصحش. كونسلتي الميدسان ديالك ودير لي زاناليز الا كانت عندك شي حاجه كونتر فايزر ما ديروش. كان كنتي بصحه مزيانه صافي دير فايزر ودير اي فاكسان بغيتي ديرو. اصلا عندك لو شوا دير اي فاكسان كواك سوا فايزر ولا استرازينيكا ولا جونسون ولا سينوفان. شخصيا غنكونسلتي الميدسان غادي ندير اناليز جينيرال على الكور ديالي ونشوف الا كان بوسيبل اني ندير الثالثه والرابعه ونديرها موسميه. علاش لا علاش ما نديرش بحال اللي سبق قال الفيروسات اللي قبل راه ولاو فاكسان موسمي على شاك اني بحال اتش 1 ان 1 بحال هذا كانوا راه كل عام ايبولا كل عام خصك كانوا الناس كيديروا الفاكسان ديالو كبير سوا صغير خصو يدير الفاكسان ديالو. فاكسون سي انا بور موا سي اوبليغاتوار. وراها كيبقى الراي الشخصي ديالو ديك الساعه بغا يديرو يتحمل ما بغاش يديرو كيتحمل المسؤوليه ديالو. من الفاكسان سي اوبليغاتوار باش تبروتيجي راسك تبروتيجي لا فامي ديالك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.